بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة هنا في جائزة زايد الكبرى، حيث هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد في أرضية هذا الميدان لينطلق شوطنا 17 والذي يحمل منافسات الإبكار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط وإلى المقدمة مثايل لسعيد بن سالم بن حمد الدرعي، بينما المركز الثاني الوصول هناك من نجود فالح بن محمد بن فالح الشامسي، ثالثا مع هوايل ناصر بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، رابع المراكز يتدخل شعار المتحدي ويقدم لنا انطلاقاته المميزة، مع هناك الواصلة في هذه اللحظات نوايد سالم بن علي بن حمد الفيدة المري، ووصلت أيضا هناك استراتيجية القادمة لسالم بن سعيد بن منانة الكتبي، يقدم لنا انطلاقته، بينما المركز أيضا القادم المركز السادس، سادس المراكز أسرار سيف بن ضاحي بن سيف الرميثياتي مع انطلاقته واندفاعية هذه الأسماء جميلة، كذلك الوصول هناك من نو عبيد بن بخيت بن السهيل العامري يأتي ضمن المتدخلين. المركز السابع وضوح محمد بن عبيد النعيمي، بينما المركز الثامن هناك النهضة سعيد بن سالم الخن العفاري يأتي مع هذه الانطلاقة المميزة، تاسعا مع هناك حشيمة لمحمد بن علي بن عبيد الخاطري، والمركز العاشر هناك الوصول مع انطلاقة سيوف خليفة بن سليم بن محمد أو خليفة بن سليم بن محمد الساعدي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، ولكن هوايل اللي على المركز الأول ناصر بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري الخاطري، وفي خاطره الناموس، والناموس في خاطر الجميع، الكل يسعى من أجل كلمة الناموس والزعفران والنقطة الذهبية في جائزة زايد الكبرى. بدأت على المركز الثاني نجود لفالح بن محمد بن فالح الشامسي، بينما المركز الثالث أسرار بدأت تنطلق بوضوحها، تتقدم بشعار سيف بن ضاحية بن سيف الرميثي. المركز الرابع مع نوع عبيد بن بخيت بن سهيل العامري، والمركز الخامس هناك التحدي من النهضة لسعيد بن سالم الأخن العفاري، وصلت هنا محبة لسعود بن يوسف بن غانم أهلي، وصل في هذه اللحظات وتحرك بهذا المستوى الكبير. هنا الذي يجمع ما بين الأبطال، يجمع ما بين التحديات المميزة والجميلة هنا في أرضية هذا الميدان، في تحديات هذا المكان. وصلت الفاتنة لسالم بن سعيد بن عمان المهيري، يصل بن عمان ووصل أيضا الكل بدأ يتحرك. هناك الطيارة للويهي بن علي بن محمد اليحافي، يصل في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره، ولكن أعود إلى المركز الأول، إلى هوايل، إلى هوايل، والكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الطيران، كيلو المتعة، كيلو الرعب، كيلو المقامرات، كيلو المجازفات. ولكن هوايل لناصر بن مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وصل بن عمان، وصل بن عمان، يقدم الفاتنة لسالم بن سعيد بن عمان المهيري، وتحرك توجنا عبيد بن حمد بن بنية العامري،
ووصلوا الواصلين، وصلوا الواصلين، وصلتنا سيوف خليفة بن سليم بن محمد الساعدية، وتحركت ايضا على المركز الرابع هذه قناة عبد الله بن مسفر بن ناصر الكربي. ولكن اعود، ولكن اعود الى الفاتنة، الى الفاتنة، الى الفاتنة، هنا على المركز الاول على الصدارة الاولى لسالم بن سعيد بن عمان المهيري يطير بسلام، ولكن وجنا عبيد بن حمد بن بنية العامري بالمركز الثاني بن بنية بن بنية وبن عمان بن بنية وبن عمان، واللحظات الأخيرة، ولكن الفاتنة هي البطل المتوجة. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن عمان المهيري على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني وجنا عبيد بن حمد بن بنية العامري، المركز الثالث هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة هناك مع قناة عبد الله بن مسعود الناصر الكربي. المركز الرابع هنا نتابع ايضا في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الجميل، هنا بن عمان مع الفاتنة تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس، 5 دقائق 55 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الفاتنة سالم بن سعيد بن عمان المهيري. المركز الثاني وصلت وجنة عبيد بن حمد بن بنية العامري، 5 دقائق 56 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. غنى أتت بالمركز الثالث لعبد الله بن مسر بن ناصر الكربي، والتوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. المركز الرابع كانت مع الضبيط محمد بن طالب بن أحمد بن سويدان اليحافي، والمركز الخامس كانت سيوف لخليفة بن سليم بن محمد الساعدي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.